داشا شو في هالصورة؟ مين هدول وشو الفكرة؟ هاي صورة عمرها 23 سنة ومثل هاليوم بالضبط لأب فلسطيني وابنه يلي استشهد جنبه لمجرد كونه فلسطيني وبيحب أرضه مثل أي عربي فينا. أيوة. إيه فيلي بدي أحكي لك يا إنه أنت كونك أجنبية ومتزوجة من عربي وبتجمعنا محبتنا لبعض ومحبتك لعاداتي وتقاليدي وثقافتي ولغتي العربية، فلازم تجمعنا هاي الذكرى يلي وجعتني أنا ومئات ملايين العرب من 23 سنة لما استشهد هذا الطفل، وتذكري اسمه مزبوط محمد الدرة. الله يرحمه. إيه وهون تماماً بنذكر القصيدة يلي علمتك إياها السنة الماضية، كل ليمونة ستنجب طفلاً. فمحال أن ينتهي الليمونة. تماماً، يسلم دمك.